هل ننسى الناس جمهور النادي الاهلي ولا ما إيه؟ لا طبعا طبعا ما ينفعش ننساهم صح؟ لا طبعا. طب انا كنت سائل سؤال في الاول عن الجمهور سالتك وانت ما عرفش يرد. لا عماد متعب غششتك. لا عماد متعب جاب الجون الاخير. ده كلام الاخير. لا الاخير مش الاولاني. مش عماد. مش ننسى احنا السؤال الاولاني يا كابتن. ما تلخبطناش. الاولاني مين؟ السؤال الاولاني من هو صاحب اول هدف النادي الاهلي في المونديال الاخير؟ في المونديال صح؟ مش هقول. طيب فمش هقدر انسى الناس. خليها للجمهور. لازم نقول الناس قالت ايه. خليها للجمهور هو اللي يقول. علي محمد قال عماد متعب، ورامز ريمون قال هدف العالمي عماد متعب، حمادة الشرباجي بيقول الحمد لله على السلامة الله يخليك متشكر، محمد محمود بيقول العمدة عماد متعب، خالد أبو جانيت عماد متعب، عبد الرحمن إسماعيل بيقول متعب صاحب أول هدف وصاحب آخر هدف. عمرو خالد ابراهيم بيقول متعب اول واخر لاعب سجل في المونديال. المتعب عماد متعب ده احمد جلال. المتعب عماد متعب خيري حرب. ابراهيم عبد الغني بيقول عماد متعب يا نجم. ماشي. محمود انور عويس بيقول عماد متعب. محمود محمد بيقول عماد متعب. لا محدش بيغلط. لا محدش بيغلط. طيب قبل ما نكمل كلامنا مع او عن جمهورنا الحقيقه واجاباتهم عن سؤالنا